طيب يا ميلاد، راح أسوي باركينج 60 اللي هو المايل. أوكي، متى أبدأ ألف يا بنات؟ لما تيجي لما يجي خط الباركينج عند المراية. شوف هذا خط الباركينج، شوف خط البراكي، بس أشوفه على مستوى المراية، هنا أبدأ ألف دركسوني فول حلوين وأدخل. طيب حلوين، دخلت أنا، متى أبدأ أوقف؟ متى أحس إن وقفتي صحيحة؟ حلوين، شوفي خطوط الباركينج اللي هناك، اللي هنا شفتوها، هنا تكون في استقامة سيارتي أنا وياها، نكون في نفس الاستقامة. حلوين، هنا عد الدركسوني 1 2 حلوين وأدخل بشكل مستقيم. حلو، متى أوقف؟ طبعا لما تجي مرايتي، أوكي، لما أشوف مرايتي عند حافة الرصيف الممتد هذا، هنا أوقف، أكون دخولي وأنا مايلة بشكل سليم. هنا أشيك على خط الباركينج، تمام. حلوين، إذا بس أشوف مرايتي عند الخط، مستوى الخط هنا ألف درك. طيب طيب يا بنات، الحين أنا راح أطلع من الباركينج 60. أول خطوة إني أتأكد إن دركسوني بشكل مستقيم. حلوين، أحطه على الأر. حلوين، حطيناه على الأر، رجلي ما زالت على البريك. أحط الإشارة عكس الاتجاه اللي أنا بطلع منه. أنا حين طبعا راح أروح يسار، المفروض إني أحط إشارتي يمين. حلوين، هنا أتأكد من المسار اللي أنا راح أرجع عليه، أرجع بلطف. حلوين، أتأكد إن المسار اللي أنا راح أرجع عليه ما في أحد. حلوين، أرجع تقريبا. حلوين كذا، حلو. بعدين ايش اسوي هنا؟ الف دركسوني اتجاه الاشاره، دائما الدركسوني يتبع الاشاره، وانا راجعه برضو اشيك من الخلف. هنا ابدا اوقف، اعدل دركسوني، ارجعه على الحاله الطبيعيه فل كامل على الجهه اليسار، واغير نمره الجير الى حرف الدي. حلوين، وانطلق بكل سهوله. هذا الستين المايل يا بنات.